شوشت كراسة بيت الجزالي كم تغني استوديو لمسات رني لمسات رني شوشت بالراس بية الجزالي كم تغني باللحون السامرية في حفل حر من قروم الرجالي باسب النوماس عز ومقدرية باسب النوماس عز ومقدرية اهدى عبد المجد البنز عالي يا عبد المجيد يا الحر المثالي لك أبارك بالبيوت الشاعرية لك أبارك بالبيوت الشاعرية ألف مبروك عرسك وأحلى الليالي دامت أفراحك عسى أيامك هنية يا عريب الساس من عبد وخالي نسلقوا من نارهم بالطيب حية نسلقوا من نارهم بالطيب حية بالمراجل تنطحك بر الفعالي محتمل وقفه بكل حزة وهية يا ولد شيخ كريم قدر عالي مكرم الضيف محمود الخصالي شاع صيته بالفعول الصرمية بنت عز وبنت شيخ وأجودية بنت عز وبنت شيخ وأجودية واحتزم بإخوانك ونعم الرجالي فعل واحدهم يساوي له سنية من خوات زينه الزن خيالي فالوصايف مثل نجمة الثريا فالوصايف مثل نجمة الثريا مجدهم منذ العصور الأولية مجدهم منذ العصور الأولية شوشت بالراس بية الجزالي كم تغني باللحون السامرية في حفل حر من قروم الرجالي كاسب النوماس عز ومقدرية كاسب النوماس عز ومقدرية اهدى عبد المجد البنز عالي يا عبد المجيد يا الحر المثالي لك أبارك بالبيوت الشاعرية لك أبارك بالبيوت الشاعرية ألف مبروك عرسك وأحلى الليالي يا متفرحك عسى أيامك هنية يا عريب الساس من عم وخالي نسلقوا من نارهم بالطيب حية نسلقوا من نارهم بالطيب حية بالمراجل تنطح كبار الفعالي محتمل وقفه بكل حزة وهية يا ولد شيخ كريم قدر عالي مكرم الضيفان محمود الخصالي شاع صيته بالفعول الصرمية بنت عز وبنت شيخ وأجودية بنت عز وبنت شيخ وأجودية واحتزم بإخوانك ونعم الرجالي فعل واحدهم يساوي له سرية من خوات زينه زين خيالي فالوصايف مثل نجمة الثريا فالوصايف مثل نجمة الثريا مجدهم منذ العصور الأولية مجدهم منذ العصور الأولية 3-5 أو استوديو لمسات رنين.